السلام عليكم، يا رب يا جماعه تكونوا بخير. في فيديو النهارده هعمل معاكم اشهر اكله مصريه واكتر اكله بتسالوا عليها، وهي المكرونه بالبشاميل. واكتر سؤال بيتكرر هو ازاي نظبط البشاميل. في فيديو النهارده هتعرفوا المقادير المظبوطه للبشاميل وازاي تطلع معاكم صينيه بشاميل كريميه ولون الوش بتاعها مظبوط. نقول بسم الله ونبدا. هبدا في سلق المكرونه وتعصيج اللحمه. حطيت ميه تغلي على النار، ولما الميه غليت حطيت معلقه كبيره من الملح. وبعد ما بحط الملح بسيب الميه ثواني علشان ترجع تغلي تاني. بعد كده حطيت المكرونه وبسلق المكرونه في حدود 7 دقايق. ما بسلقش المكرونه سلق كامل، بسيب فيها قرشه بسيطه. ولما المكرونه بتتسلق بحطها في مصفى، ما بحطش عليها زيت ولا بغسلها بميه، مجرد ان انا بتخلص من ميه السلق. في نفس الوقت اللي بسلق فيه المكرونه بعصج اللحمه. حطيت طاسه على النار وحطيت فيها شويه من الزيت، وممكن تضيفوا سمنه، ونزلت عليهم ببصل متقطع قطع صغيره او مضروب في الكبه. بقلب البصل لغايه لما البصل يدبل ويبدا ياخد اللون الذهبي. نزلت عليه بنص كيلو من اللحمه المفرومه. اول ما بنزل اللحمه المفرومه بقلبها شويه بسيطه كده مع البصل، وبحط على طول معلقه من الفلفل الاسود، وبتفضل ايدي في اللحمه كل شويه اقلب فيها لغايه لما اللحمه تستوي. على طول هعمل البشاميل. في نفس الحله اللي سلقت فيها المكرونه شطفتها وحطيت 4 معالق كبيره من السمنه، وممكن تستخدموا سمنه على زيت او زبده على زيت. اول ما السمنه ساحت حطيت 4 معالق كبيره هرميه من الدقيق، وبفضل اقلب في الدقيق لغايه لما ريحته تطلع ويبدا يغير لونه شويه. ولازم الماده الدهنيه اللي هتستخدموها تكون كافيه، يعني ما يكونش الدقيق مكلكع في الماده الدهنيه وعامل تكتلات. وانا بقلب الدقيق لاحظت ان المادة الدهنية قليلة شوية، فزودت معلقة من السمنة، وبفضل اقلب الدقيق. ما بياخدش وقت طويل، يعني في حدود دقيقتين او 3 دقايق. بعد كده بضيف اللبن. انا بضيف اللبن ساقع، وكمان في البعض بيحب يضيف اللبن سخن. لو هتضيفوا اللبن سخن فبتقفلوا على الدقيق، او في الوقت ده بيكون اسمه رو، لغاية لما يبرد. بعد كده بتضيفوا اللبن سخن وبتفضلوا تقلبوا على طول، لكن انا بضيف اللبن بارد، فبهدي النار، ما بقفلش النار، مجرد ان انا بهديها وبنزل بلبن بارد مع التقليب المستمر، وبفضل اقلب في البشاميل ما بشيلش ايدي منه لغايه لما القوام بتاع البشاميل يتقل. وبرجع للحمه المفرومه، بقلب اللحمه على فترات لغايه لما كل اجزاء اللحمه تغير لونها وتستوي. وبعد كده ضفت 2 جزره مبشوره، وده اختياري ممكن تستغنوا عنه. وبقلب الجزر شويه مع اللحمه لغايه لما الجزر يدبل ويستوي. وبتبل اللحمه بملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، لان انا كنت ضايفه فلفل اسود في الاول، ومعلقه من البابريكا وبهارات لحمه ورشه بسيطه من الهيل ورشه بسيطه من جوزة الطيب، وممكن تستغنوا عنها. بهروا اللحمه بالبهارات اللي انتوا تفضلوها. برجع للبشاميل، بفضل اقلب البشاميل، واول ما البشاميل اللي يتقل معايا حطيت معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود ورشه بسيطه من جوزة الطيب وربع معلقه صغيره من الثوم البودر. وعلشان البشاميل اللي يطلع كريمي معاكم ممكن تضيفوا من نص كوبايه لكوبايه من كريمه الطبخ، او تضيفوا معلقتين كبار من جبن الكوبايات، وممكن تضيفوا موتزاريلا. بعد كده في صينيه الفرن او البايركس، اي حاجه انتوا حابين تعملوا فيها المكرونه، بحط طبقه بسيطه من البشاميل، وبحط المكرونه في طبق، وبحط عليها كبشتين ثلاثه من البشاميل، وبقلب المكرونه كويس مع البشاميل علشان كل حبه من المكرونه تكون متغلفه كويس بالبشاميل. وبحط في الصينية او البايركس طبقة من المكرونة، وبحط عليها طبقة من اللحمة، وبرش رشة من جبنة الموتزاريلا، وبحط طبقة تانية من المكرونة او بقية المكرونة اللي عندي، وبحط باقي البشاميل وبفرده على الصينية كلها، وفوق الوش بحط رشة من جبنة الموتزاريلا. ولو انتم مش حابين تضيفوا جبنة موتزاريلا ممكن تضيفوا بيضة او 2 مضروبين بشوية من الملح والفلفل الاسود على بقية البشاميل. وبقلب البيض مع البشاميل كويس وبحطه على وش الصينية. البيض بيدي لون حلو جدا لوش صينيه البشاميل، وكل امهاتنا زمان كانوا بيستخدموه. بدخل الصينيه الفرن تحت الشوايه لغايه لما تاخد لون، وكمان بشغل الفرن من تحت شويه. وبما ان متبقي عندي لحمه مفرومه قلت هعمل طاجن مسقعه صغير. غسلت البتنجان وقشرته وقطعته حلقات، ورشيت عليه شويه من الملح وقلبت الملح كويس، وبسيبه لغايه لما يصفي شويه من الميه اللي فيه. وهحمر شوية بطاطس، وعندي فلفل ملحته، يعني بفتح قرن الفلفل وبحط فيه شوية ملح، واستخدمت كمان فلفل رومي قطعته حلقات ورشيت عليه رشة بسيطة من الملح. بحمر البطاطس الأول، بعد كده حمرت البتنجان، وآخر حاجة بحمر الفلفل.
وبالنسبة لصلصة المسقعة حطيت شوية من الزيت ومعلقة كبيرة من الثوم، قلبت الثوم لغاية لما بدأ ياخد اللون الذهبي، ونزلت عليه بمعلقتين من صلصة الطماطم أو معجون الطماطم وعصير 4 أو 5 حبات من الطماطم مضروبين في الخلاط، وحطيت ملح وكمون وبابريكا، وممكن تضيفوا رشة بسيطة من الفلفل الأسود، وبسيب الصلصة تغلي شوية وتتسبك نص تسبيكة، أنا مش عايزاها تتسبك كامل علشان لسه هدخلها الفرن. وفي طاجن الفرن حطيت طبقة من البتنجان وطبقة من الفلفل، وحطيت عليهم البطاطس، وحطيت طبقة من اللحمة المفرومة، وكررت الطبقات تاني. أنا حطيت طبقة بتنجان وفلفل وبطاطس، ونزلت عليهم بصلصة الطماطم، ودخلت الطاجن الفرن لغاية لما استوى. الصلصة اتسبكت والوش طاجن أخد لون المسقعة كده بيكون جاهز، وكمان المكرونة البشاميل اللي جهزت معايا. وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.